والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعل أيامنا كلها رمضان واجعل ليالينا كلها ليالي قدر من حيث القبول والبركة والهناء والرخاء. اللهم آمين. تقبل الله طاعتكم أحبتي في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في أعمارنا وأن يعيننا على حسن العمل مع طول العمر، وإن قدر لنا أن تكون نهاية أحدنا أن يختم لنا بالصالحات. اللهم آمين. يا أحبة، يعني لا يستطيع أحدنا أن يتجاوز أن هناك إخوة لنا الآن يذبحون ويقتلون. ارتقى عدد من الشهداء وكلكم يعلم، العالم كله يعلم، من حيث العلم يعلم. قتل الآن العشرات في غزة والقدس، إن شاء الله نسأل الله نحسبهم عند الله شهداء، فالله أن يرحمهم أن يلحقنا بهم مقبولا أو مقبولين عند الله. عندي ملحوظة هنا، الآن الناس هناك من تتشوش عنده حالة الفهم، لماذا يقدر الله هكذا؟ لماذا يمكن الله بعض الغاصبين والمحتلين والظالمين من ذبح المسلمين؟ كيف؟ لماذا؟ أين الله؟ لماذا يحصل هذا؟ لابد من وقفة تصحيح أفهام يا أخوة، ضروري جدا أن نفهم هذا الأمر ويكون عندنا قراءة واعية واعبة مستوعبة مبنية، هذه القراءة على فهم صحيح لنقطة المرجعية. نقطتنا المرجعية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ينبني على هذه النقطة المرجعية أن نؤمن بالله ربا وبالقرآن كتابا خاتما ودستورا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، والقرآن يحدثنا والذي فيه كلام الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويحدثنا عن موضوع الإيمان وعن موضوع قوانين الله في الكون. من ضمن هذه الأمور فلننظر معنا برسائل سريعة جدا كيف تقرأ الأحداث. يا أحبة، أنا أقف لأبشركم بشارة أن بالنسبة لنا من قتل مظلوما معتدا عليه لإيمانه، وهذا جزء مما قاله الشيخ أبو عمر، بإذن الله يموت عند الله شهيدا. الآن نحن، أنا وأنتم، من المستضعفين، يعني نحن لا نملك جيوشا جراء ندافع بها عن أنفسنا، ولا نملك لا أموال ولا قنوات فضائية لندفع عن إخوتنا. معظمنا لا يملك إلا الدعاء، ولا تظن الدعاء سهل، وبعضنا يملك سلاح الكلمة، كتابة، قلما، نشر، هذا أقصى ما نملكه. وبعضنا قد يملك المال ليخفف عن عائلات بعض الشهداء والذين توفوا، هذا أقصى ما نملكه كأفراد. لكن جيد أن نفهم المعادلة من حيث المبدأ. فهم العادلة، الرسالة الأولى، القرآن دستورنا. لاحظوا، إذا استثنينا سورة الفاتحة الذي هي فاتحة، فلنبتدئ بالقرآن بالصفحة الأولى. تخيل، من حوالي 93,000 كلمة، حوالي 6,300 آية، 114 سورة نزلت على 23 سنة في الصفحة الأولى. قسم الله لنا البشر، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون. إيمان، صنف الأول، بعد شوي، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، قرار. صنف آخر، أخذوا قرار، كفروا، لا يريدون. والصنف الثالث، وهذا الذي أريده، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم إيش بمؤمنين. شو بيسووا؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، انظر ماذا يحصل الآن، لا تفسدوا في الأرض. الإفساد الذي يقوم على يد المحتل الغاصب لوحده، لولا المطبعين والخونة لما تمكن من هذا الفساد، ولولا الأقلام المأجورة، ولولا المنافقين من بني جلدتنا، والله ما تمكنوا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون. من الذي يزاود علينا بالوطنية؟ هم.
من الذي يزود بالقومية؟ هم. من الذي هم؟ هم طول 24 ساعة يخرجون خارج المعادلة ويزاودون، وهم الفاسدون السارقون المعتدون المغتصبون المعذبون القتلة ويزاودون ووقحون وألسنتهم طويلة ويخرجون خارج المعادلة. لكن ننظر للرؤية، وإذا قيل لهم لا تفسدوا قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، قرار إلهي، ولكن لا يعلمون. بعد شوي، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. نحن في نظرهم إيش؟ سفهاء. قرار الإلهي، الوصف الإلهي، ألا إنهم هم السفهاء. مين هذولا؟ المنافقون. أنا أقف لصحح المفهوم يا أحبة، وحتى نفرح بالبشارات القرآنية. أنت تخيل هذا الكتاب الخاتم الذي خلاصة الكتب كلها الإلهية، خلاصة كلام الله إلى يوم القيامة، في الصفحة الأولى من 93 ألف كلمة. إحنا الآن إذا استثنينا سورة الفاتحة، تعرفوا أنتم حسب مصحف المدينة بداية سورة البقرة كلمات قليلة جدا، 5 آيات تقريبا. نحن عمليا بالآية اللي أحفظ، يمكن الآية رقم 10 و11، تصنيف مؤمن كافر منافق. المؤمن عرفناه، والكافر واضح ما بدي اياك، ويقول لك انا لا بدي لا دينك ولا ربك ولا ايمانك، ادير عني. مين اللي عاده بيضحك علينا وشغال علينا وكلنا مخربط فيه؟ المنافق. لاحظوا ربنا شو وصفهم، وين؟ في اي درك؟ في الدرك الاسفل. طب هو في منافق بيجي بيقول لك انا منافق؟ اكيد لا، لهم تسميات جديدة. وهنا البشارة، أنا أخف أقول بشارة، نحن منذ ما يقرب من 70 أو 90 عام ونحن يضحك علينا، وطنية قومية علمانية ناصرية قومية قطرية، إي هاي الإيات كلها شغالين، يوم مع هدول يوم مع هدول، مجموعة كذا، وبيغسلوا أدمغة الناس ويحرفوننا عن البوصلة. فيأبى الله إلا أن يكرم المخلصين بتوضيح الصورة لترجع البوصلة. هيك نفهم المعادلة اللي عم يصير الآن، على الأقل اجتهاد الشخصي لا ألزم أحدا به، لكن أنا أقول بشارة يا أخوة. الله سبحانه وتعالى أعلمنا في كتاب العزيز في سورة آل عمران في سياق الحديث عن غزوة أحد، وبتعرفوا أنتم القواعد المعروفة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، تنزل الأسباب أو تنزل الآيات ويقدر رب الأسباب سببا ينزل لأجلها لتكون جزءا من حياة طبيعية مفهومة، لكن النص يحمل معنى، وهذا من إعجاز القرآن، عاما ينطبق على مئات بل آلاف الحالات المتكررة. من أجمل ما ينبغي أن نضعه كما نقول كالحلقة في الودان، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، هذا يسمى التفات في القرآن الكريم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى افتح قوس إيش؟ يميز الخبيث من الطيب. جماعة احنا قلنا أكثر من 80 سنة الأمة العربية تخصيصا، ثم يليها الأمة الإسلامية، مختلط علينا الخبيث من الطيب. تزعمنا فسقة فاسدون في الأغلب، ولا نعم بالمطلق إلا كان في خيرين يعني، مسؤولون فاسدون كذا، لكن هم 24 ساعة حمائم سلام، و 24 ساعة هم الملائكة ونحن الشياطين، إعلامهم يشوهنا. هذا إيش حسب القرآنية؟ ليميز الخبيث. كم من الخبيث مختلط علينا، فتأتي هذه الأحداث لتظهر الخبيث من الطيب. بشارة الأولى، ديروا بالكم، فإنما هي إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة، لا تقلقوا. يعني عدم مؤاخذة، كل أهل فلسطين وكلنا إحنا القاعدين وكل المسلمين في العالم أحسن من سمية رضي الله عنها؟ تظن أحسن؟ أول شهيدة في الإسلام صحابية قتلت، وتعرفون كيف قتلت، وأين وضع الفاسق الفاجر الحرب وكيف قتلها؟ عمار رضي الله عنهم، بلال، والله يمكن كلنا ما بنسوي غفر بلال رضي الله عنه وعذب لكن إنما الأمور بخواتيمها، سواء في الدنيا أو في الآخرة. قوموا لسيدكم بلال الذي كان، بلال هو الذي وطئ بقدمه سقف الكعبة ليؤذن حينما فتحت مكة. فنفهم المعادلة، نحن مؤمنون الحمد لله، لا نعتدي، لا نكذب، لا نهاجم، لا نظلم، لكن لا نخنع ولا نغير المبادئ ولا نطأ طيء رؤوسنا ولا مبادئنا على الأقل. طب أنا إيش أفعل يا شيخ؟ ما هو دير بالك، ربنا سبحانه، ربنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا
علمنا درس رائع جدا. قال من رأى منكم منكر، هاي قاعدة رائعة جدا، فليغيره بإيش؟ بيده. هذا لمين؟ اللي عنده السلطة، اللي عنده القوة، اللي عنده القدرة. يا ويلهم من الله هذول، يا ويلهم أصحاب الجيوش الجرارة اللي ما عم بيرفع الظلم عن المساكين اللي عم بتذبح وبتقتل. طب ممتاز. طب أمثالنا؟ قال فمن لم يستطع فبي لسانه. كثير منا قادر على لسان الآن، هناك من يكتب وهناك من يصور وهناك من يفعل، تقدر. طيب بسبب ما تستطيع، في ناس لا يستطيع فعلا حتى باللسان لا يستطيع. هناك من لو والله لو علق بلايك أو بديسلايك على كذا إلى آخره خرب بيت أهله كلهم في بلده، كان الله في عونه. النبي صلى الله عليه وسلم يمثلا عن ربه عارف وجود هؤلاء الناس، شو قال؟ فبي قلبه وذلك أضعف الإيمان. يعني أنا جالس لحالي متضايق ولا فرحان اللي بيصير؟ شوف لحالي. هاي بدك تفلت منها. تفلت منها وين؟ ما بتفلتش عند الله سبحانه وتعالى. ما فيش في بقلبي وذلك. وفي رواية وليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني أعطاك المعيار وأنت قاعد لحالك بغرفتك، دمعتك بتنزل مشان مين؟ واحد بيقول لي ليش ممكن تنزل دمع على الشيء الآخر؟ طبعا روح لسورة النور الآية 11، إن الذين إيش؟ يحبون. يحبون مش فعل، هذا ايش؟ يحبون ايش؟ ان تشيع الفاحشة. في ناس يحب ان تشيع الفاحشة. طبعا طبعا فكرك انت عم بعمل تطبيع مع المحتل، وهو جزء منه شهوات نفسه، لأن المحتل سيعينه على المخدرات والخمر والدعارة والكذا. ولا طبعا هذا من جماعة الكاس، من جماعة رأسني يا جدع. طبعا بالله هذا من جماعة، هذا كله داخلين مع بعض، كلهم قارين على شيخ واحد مستر إبليس، كلهم مع بعض. فإما هناك، هل هناك بيننا من أبناء جلدتنا من يحب أن تشيع الفاحشة؟ طبعا الله عم بيقول لك في القرآن وأنا بحكي، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. بعدين تشيع الفاحشة مش عامة، وين؟ في الذين مين؟ آمنوا. يعني لما أنا وإنت نخرب أو تنتشر الدعارة بيننا والعياذ بالله أو المخدرات، في ناس راح قلبه يزقطط، هو قاعد لواحد يقول يس زيك يفرح. نعم بنص القرآن. واو لاحظ نفهم في ناس. نعم نعم في، واللي ربنا شو عم يوصف لنا هؤلاء الناس وهؤلاء، طبعا مش من عندي الكلام، كيف نفهمهم؟ ويمكرون. بيمكروا. وما المكر؟ التخطيط في الخفاء. ويمكر الله وإن كان مكرهم لإيش؟ لتزول منه الجبال. نفهم صراع حق وباطل. لذلك إحنا الآن ربنا عم بيميز الخبيث من الطيب. بدك تعرف أن هناك فئة تفرح لفسقك وفجورك، تفرح لكفرك وعهرك والعياذ بالله، تفرح لانتشار الخنا والزنا بيني، وتفرح تفرح تفرح وبتنط موجودي. مش أنا اللي قلت عنهم، ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بوجودهم. ويمكرون ويمكر الله وإن كان مكرهم تزول منه الجبال. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الموجودين كلياتهم. قسمنا في البداية مؤمن كافر منافق عشان تعرف الموضوع. طيب إيش استفدنا من كل هذا الحكي؟ قلنا بشارة، بشارة إنه ربنا عم بيكرمني وبيكرمك بإنه عم بيكشف لك الأبيض من الأسود. ممتاز. What's next؟ ونختم بها، أنت مع مين؟ في أي خندق؟ يعني ربنا كفاك مؤونة. يا ربنا ما كنتش أعرف، ضحكوا علي. طيب ممتاز، هاي ربنا فضح لك إياهم، بطل يضحك عليك. هاي اللي بيجعجعوا 24 ساعة حقوق الإنسان من علمانيي العرب المتطرفين ودواعش بني ليبرال ودواعش بني علمان، وينهم؟ النسويات ال 24 ساعة حقوق المرأة وحقوق المرأة. طب الفلسطينيين عم تنسحل في الشارع مش مرأة؟ وينكم؟ كله نايم، إذن من طين وإذن من عجين. لو جاءت فتاة عربية مسلمة أرادت أن تخلع الحجاب والنقاب وتلبس المايو وترقص بالشارع، بيعملوا لها احتفاليات ودعم من فانكوفر إلى جاكرتا. طب ممتاز، هاي امرأة فلسطينية مسكينة عم تنسحل في الشارع، عم تنقتل، عم يتفجر بيتها، وينكم؟ ولا كأنهم بيسمعوا بشيء. طب بدك دليل أكثر من ذلك على كذبهم ونفاقهم؟ إيش ذكر؟ بدل ما تحط ملايين ودوكيومنتري أقسم بالله بضحكوا عليكم، لا 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 لا، ربنا ضربة كشف الموضوع كلياته. بقي علينا شيء واحد فقط، اللي هو خذ قرارا أنت مع من. باختصار دليلي على ما أقول، النبي صلى الله عليه وسلم قال ينقسم الناس في الحديث الصحيح رواه الإمام البخاري ونختم به، قال ينقسم الناس في آخر الزمان إلى فسطاطين، والفسطاط الخيمة وهي مجاز عن المجموعة،
يعني الناس رح ينقسموا إلى مجموعتين رح يتميزوا تأكيد الآية القرآنية. قال فصطاط إيمان لا كفر ولا نفاق فيه، وفصطاط كفر ونفاق لا إيمان فيه، يصير تمايز. ضل أنا بوقف هاي عندك وهون، بدك مين خذ قرار وكله بحسابه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الإيمان، وأن نحسب عند الله مؤمنين حقه، وأن لا يكون قولنا وزعمنا إلا متوافقا مع فعلنا، فنكون عند الله بإذن المولى عز وجل مؤمنين حقه، وقد غفر لنا ما بإذن الله ما تقدم من ذنبنا وما تأخر في هذه الليالي المباركة، وأن يرحم شهداءنا وأن يغفر لنا ولهم، أن يعيدنا من التقصير في حقهم، اللهم آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. السلام عليكم.